أقول مرة أخرى، أين تكون مصلحة حزبي؟ هي أولى مني، أولى، أسمحي لي، أولى مني. إذا كان أن الحزب يشوف باللي ترشح الأمين الأول راح يجيب بمصلحة الحزب، وإلا كان شاف لا لا وما كان حتى إشكال، لأننا نقول لك حاجة، ماناش طالبين وظائف وما متشريعيات ولا باش البرلمانيات ولا اي، احنا في جبهة القوى الاشتراكية ماناش كيما الاخرين اللي يعتبروها لا بروموسيون سوسيال.